شكرا بس شكرا. بس احنا الان عم نحكي عن الحروف بعد النقاط ما جا دورها. شكرا اخ محمود، شكرا لاتصالك، شكرا. طيب. سيجيبك دكتور عصام. نعم تفضل فضيله الشيخ. خلينا نركز على الساحه الداخليه، خلينا نركز. هل يعني هل ترون في يوم من الايام ان تدخلوا في الانتخابات النيابيه وتشاركوا العرس الوطني وتشاركوا في الاستحقاق الوطني والدستوري الاردني؟ انا اعتقد الشان الداخلي دائما يحتل اولويه، وهذا كلام فطري وهذا كلام شرعي، حتى احنا في نصوصنا الشرعيه وابدا بمن تعول، وفقهاؤنا يتحدثون ان الزكاه لا تخرج خارج حدود يعني مسافه القصر الا لضروره، ولذلك الاهتمام بالشان الداخلي ينبغي ان يحتل اولويه في اهتماماتنا. ناتي الى سؤالك فيما يتعلق بالمشاركه والمقاطعه. انا اعتقد ان المشاركه والمقاطعه هي فعل سياسي، لسنا مبتدعين في ذلك، وانما سبقتنا دول يعني وعريقه في الديمقراطيه تشارك حينا وتقاطع حينا اخر حسب ما يترجح لديها من اجتهادات. نحن على سبيل المثال عام 97 كانت هنالك مقاطعه واسعه. اسمح لي في كم كبير من الاتصالات. معنا السيد عبد الله السواعي. اخ عبد الله تفضل. تفضل اخ عبد الله. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، تفضل. على الهواء انت دكتور محمد، ومن مسي على دولة ابو عصام وعلى فضيلة الشيخ حمزة منصور. الله يمسيك بالخير، اهلا وسهلا، ومنقول لهم مساء الخير ومنورين يعني شاشة نور مينا. حقيقة يعني وانا كمان يعني بحيي دولة ابو عصام وبحيي فضيلة الشيخ حمزة منصور، ولكن يعني انا الي سؤال يعني انه احنا بنعتز فيهم كشخصيات وطنيه وبنعتز فيهم، ولكن سؤالي الى فضيله الشيخ حمزه منصور حول بتعرف يعني بعد الـ اللي صار او ما جرى في مصر وجرى، هل هناك يرى فضيله الشيخ او سماحه الشيخ حمزه منصور بعد اللي ما جرى في مصر، هل هناك حاله من الفشل لدى جماعات الإخوان المسلمين في الوطن العربي، وهل هذا سيفشل جماعة الإخوان المسلمين من الوصول إلى الحكم في بعض بلدان الوطن العربي؟ احنا حقيقة يعني انا كمان يعني بتمنى وكمان اتمنى على دولة ابو عصام وهو رئيس وزراء اردني سابق وله يعني حقيقة نتمنى على الدولة الاردنية الا يكون اي اجراءات تتخذ ضد جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي من قبل الدولة الاردنية، حتى لا يكون هناك حالة من التوتر في الشارع الاردني، وبالتالي يعني حقيقة انه جماعة الاخوان المسلمين في المملكة الاردنية دائما كان لهم دور كبير في الحفاظ على امن واستقرار المملكة الاردنية. شكرا شكرا اخ عبد الله، وصلت الرسالة، وصلت. يعني جماعة الاخوان هم مكون اجتماعي مهم من المجتمع الأردني، ولذلك ما حدا يعني نختلف معهم في الرأي، ولكن همنا وهمهم كل الوطن. معنا اتصال آخر، معنا اتصالات. الأستاذ مصطفى، المحامي مصطفى، تفضل أستاذ مصطفى. تفضل أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى أنت على الهواء، تفضل. ألو، يبدو أنه انقطع الاتصال. تفضل فضيلة الشيخ. نعم. بس بهمنا الساحه الداخليه. حاضر. بهمنا. حاضر. هل ستشاركون في الانتخابات ام لا؟ انا اشرت قبل قليل ان المشاركه والمقاطعه فعل سياسي ولكل مجتهد نصيب حقيقه، ونحن الاصل عندنا المشاركه وليس المقاطعه، وحين نقاطع حقيقه نقاطع من اجل الوطن وليس مقاطعه للفعل الوطني او للجهد. لكن يا فضيلة الشيخ، هل المقاطعه هي عمل ديمقراطي؟ أخ الكريم، هل هي عمل ديمقراطي ام عمل أخ الكريم، الديمقراطيه لها شروطها ولها مقتضياتها، تفرض علي واقع غير ديمقراطي وتقول لي تعال الآن انت تكيف مع هذا الواقع غير الديمقراطي. انا اظن
أن هنالك أغلبية كبيرة من الشعب الأردني غير راضية عن النظام الانتخابي الذي خضنا الانتخابات على أساسه منذ عام 93 وحتى تاريخه. طيب ولدي حقيقة اسمح لي بعطيك الفرصة. دولة بعصام هل المقاطعة مقاطعة الانتخابات عمل ديمقراطي إذا سمحت؟ أنا حقيقة ما بديش أدخل في هذه الحدية إذا سمحت. مش حدية لا. أنا لا أؤمن أن المقاطعة عمل ديمقراطي من حيث المبدأ. بس خلينا طيب. لأنه خلينا نقول أولا الديمقراطية. الديمقراطية ليست عقيدة، هذه أسلوب حكم. هذا الأسلوب الحكم ينشأ من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأي بلد. لا يمكن تستورد القالب الديمقراطي من أي دولة في العالم. لا يمكن. ولذلك نجد أن الأنظمة الديمقراطية تختلف من بلد لآخر في العالم. صحيح. الديمقراطية تقوم على التعددية والمشاركة. والمشاركة. التعددية والمشاركة. مشارك. التعددية بمعنى تعددية في الفكر والرأي والتنظيم، في حق مطلق للمواطنين أن يشكلوا تنظيمات تختلف في الفكر وتختلف في الرأي وتختلف في التنظيم. هذا من جانب. ولذلك إذا ما في حياة حزبية حقيقية ما في حياة ديمقراطية حقيقية، من تكون أنت على الطريق ماشي. صحيح. وهذه الأحزاب إذا سمحت لي إن لم تكن أحزابا وطنية، وليس معنى ذلك أنه في أحزاب وطنية وأحزاب غير وطنية. وطنية معنى أن تنطلق من الهم الوطني الداخلي لتعبر عن الهموم الخارجية، سواء كانت هموما عربية أو إسلامية، لأنه أنت جزء من هذه الأمة لابد أن تشارك. والأحزاب في المفهوم الديمقراطي الأحزاب هي مجموعة من الناس ذات فكر سياسي واقتصادي واجتماعي تعمل للوصول إلى الحكم أو للمشاركة فيه بأسلوب مشروع سلمي. صحيح. إذا خرجت عن هذا التعريف لا تعود أحزابا. أنا أعتقد أن الأحزاب العقائدية مش أحزاب، عقائد، والعقائد هي ضرورة. الإنسان بلا عقيدة لا يستحق الحياة أصلا من حيث المبدأ. لكن الأحزاب هي نتاج ديمقراطي. فإذا قلنا بالتعددية وقلنا المشاركة، لأنه إذا ما شاركت أنت أخليت الطريق لطرف ثالث أو لطرف ثاني. لما أخليت أي جزء منظم آخر هو الذي سيأخذ ولن يعطيك المجال لكي تبدي رأيك. الديمقراطية ليست كلها خير. الديمقراطية لها مساوئها. لو فتحت كتب العلم علم السياسة وعلم القانون لوجدت ما أخذ على الديمقراطية، لكن أخطاؤها تتصلح بالمزيد منها. صحيح. من مزيد من ممارستها. وإلا عرفنا أنه هتلر وموسوليني طلعوا من حضن الديمقراطية إذا سمحت لي. فإذا المشاركة، المشاركة حتى تأخذ دورا، والمشاركة حتى تصحح. صحيح أنه في أخطاء، صحيح أنه في مآسي، صحيح أنه في تزوير، كل هذا صحيح، لكنه لا يقود إلى أن نجلس متفرجا. لن يصحح أمر إلا بأن أكشفه وأن أشارك فيه. هذه قناعتي التي يعني لا لا اثنين. أخي الحبيب قال أغلبية غير راضية. أنا وهو بدنا نتفق على شيء. لا هو بيعرف الأغلبية ولا أنا بعرفها. الأغلبية هي ما ينتج عبارة عن انتخابات ديمقراطية سليمة مسيسة غير مزورة. هناك بنبدأ ولو أنه منعرف إحنا أنه اللي بينجحوا في الانتخابات لا يمثلون أكثرية الشعب. صحيح. في أي مجتمع في العالم. صحيح. شكرا. طيب. لا يعني أنا مدام أن المشاركة هي الأساس فضيلة الشيخ، يعني كما هو معروف أنتم كحزب سياسي محترم تشكلون مكون مهم وكبير من المجتمع الأردني، دعيتم أكثر من مرة للمشاركة في هيئة اللي شكلها دولة الأستاذ طاهر المصري ورفضتم المشاركة فيها قبل الانتخابات. يعني كيف تبرر ذلك؟ أليست المشاركة هي تعبير ديمقراطي؟ أنا سآتي لها حقيقة. نحن ابتداء نقبل بما يقبل به الأردنيون. شكرا. أي توافق وطني أردني نحن نقبل به ونحن سعداء به. التوافق يتطلب التنازل من الآخرين. خذ مني أخي الكريم. نحن شاركنا في ائتلاف حزبي نقابي
مؤسسات مجتمع مدني، 36 مؤسسة في النقابات المهنية، وحصيلة عملها رفعت إلى جلالة الملك، ونحن نقبل بما توافق عليه هؤلاء، لكن ضرب بهذا عرض الحائط. نحن توافقنا في الجبهة الوطنية للإصلاح على رؤية للنظام الانتخابي، ضرب بها عرض الحائط. مخرجات اللجنة الوطنية للحوار، هذه أيضا ضرب بها عرض الحائط. ما شاركتوا فيها أخي الكريم؟ رفضتم المشاركة فيها. أنا سآتي لماذا لم نشارك. أنا أقول من الذي أخذ بمخرجاتها؟ وين مخرجاتها الآن؟ مخرجاتها الآن أصبحت كمخرجات الأجندة الوطنية، أصبحت كمخرجات الآن، واللجنة الملكية للميثاق الوطني أصبحت جزءا من التاريخ. أرجوك قل لما يكون في عندي قانون مناسب، وأنا لا أطلب قانونا مثاليا. فضيلة الشيخ، لو شاركتم، أنت بتقول أنه ما أخذوا بهذه بالمخرجات، لكن لو شاركتم مثلا على سبيل أنه لو افترضنا أنهم ما أخذوا، لكن لو شاركتوا أنتوا كحزب وطني كجماعة كمكون اجتماعي كبير ومهم، لو قد يؤخذ بها. أنا سأجيبك على عدم مشاركتنا في لجنة الحوار، لكن أنا أقول ينبغي أن يكون القانون متفقا والأعراف الديمقراطية. ما بدي أقول لك بدي القانون البريطاني ولا الأمريكي ولا الألماني، نحن نريد قانونا يتفق مع الأعراف الديمقراطية. وبالتالي جلالة الملك طلب بتغيير قانون الانتخاب أكثر من رئيس. خليني يا أخي معك، الله يرضى عليك. أنا أقول لابد من قانون يتفق والأعراف الديمقراطية، ولابد أيضا من ضمان نزاهة الانتخابات النيابية. هذان شرطان حقيقة للمشاركة في الانتخابات النيابية. نحن عصبنا جرحنا وعدنا بعد 97 عام 2003 ودخلنا في الانتخابات، وعدنا 2007 ودخلنا في الانتخابات، وجدنا أن مشاركتنا في ظل القانون الحالي هي مشاركة عبثية، مجرد صوت، ومجلس النواب لم يعد الآن وسيلة إعلام، هاي وسيلة قناة نورمينا الآن بتأدي دور أكثر مما يؤدي نائب في البرلمان كإعلام. وظيفة الإعلام أن يشرع، وظيفة الإعلام أن يحكم مثل ما تفضل دولة أبو عصام حسب مبدأ التداول السلمي للسلطة. في ظل القانون الحالي لا يمكن أن يشكل حزب أو ائتلاف أحزاب أغلبية، وأنتم تدركون تماما كم عانى الدكتور عبد الله نصور إلى أن يحصل إلى نوع من القشرة الديمقراطية في تشكيل حكومة، ولكنه عجز عن ذلك. لا بد من أن نتوافق على قانون انتخاب يلبي إرادة الأردنيين. تسمح لي أحاورك بهاي النقطة الحالية. تفضل. خلينا نعرف أنا وياك نحدد ما هي الأعراف الديمقراطية. إذا حددناها نعرف القانون اللي بدنا نطلعه. صحيح. المتفق عليه في الدنيا في معيارين للنظام الانتخاب. نعم. معيار الحرية والعدالة. هذول المعيارين كيف بترجمهم؟ كل دولة في العالم ترجمتهم شكل. الحرية أمر مسلم به، هي حرية الناخب بأن يختار إراديا طوعيا من يريده من الناخبين، وأن نسهل له الوصول إلى صندوق الانتخاب. بيجي عندنا معيار العدالة. نعم. معيار العدالة هو اللي غير متفق عليه في الدنيا، لأنه الأصل العدالة أن تساوي بين المتساوين، غير المتساوين ما في مساواة بينهم، لأن وظيفتك أنت ترفع الناس إلى مستويات متساوية. مثلا خلنا أعطيك مثال، أنا اللي قاعد في عمان، الأحزاب عندي والسياسة عندي ودوائر الدولة الإدارية عندي والإعلام عندي، مشكلتي وهمي خلال دقائق بطلع. طب مواطن موجود في وادي عربة تا يوصل صوته بنشف ريقه وبصرف راتبه شهرين. إذن في معيار العدالة لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة مواضيع. الموضوع الأول تلك القوى المهمشة، لازم بالنظام الانتخابي تأخذ دور أكبر من الدور العادي. المهمشة مثل المناطق البعيدة، المناطق النائية، النساء في قوة. بعدين في أقليات مجتمعية إذا ما مثلت سيحسون أنهم مغبونون، إذن أيضا لابد أن تكون موجودة في قانون الانتخاب. هذه الجوانب واللي بديش أتوسع فيها جدا، ما تعرض لها أي لجنة أو مجلس أو حزب في بلدك في يضع قانون